ياه وعندك التيق اصحاب الواحد يقول لك خالي ينفعني عمي جدي، هذه نقطه سهله. نعطيك دليل، عمك يعميك، خالك يخليك، خوك يزيد ويخليك، شكون هما اللي ما يبغوش عليك؟ وهما والديك. خدم يا شباب وتهلا فيهم، خدم يا والد الاولاد واسمع نوصيك وحبي روحك لا تامن شي فيهم، كانك مت والله ما يبكيوا عليك، يفرحوا بالشي اللي تهدى لهم. كان رجل يقول لك اليوم انا ولدي ما يتصنت ليش، انا ولدي ما يديهاش فيا، زعما مناش خصنا نعرفوا الحقيقه. ندي خبره من عند الفنان الشيخ لالا الملهوي، نجي عليه فنان كلمه تقرا عليها تلقاها في بلاصتها. علاش الولد اللي ما كيتصنتش للوالدين؟ حنا بكري كنا نسمعوا نشوفوا الوالدين نحشموا، علاش؟ بكري كان الانسان كيرضع البزوله نتاع عمو، المراه الا ولدت في العروبيه يجيبوا لها كاس نتاع الحليب ديال السمن سخون تشربوا بحال اللي عمرها ما ولدت، تا دوك البزوز نتاع الدوار ترضعهم. الانسان كاين 44 عرق راض حامل بالزوله، ما يقدرش يخالف على الوالدين، هذيك هي الحنانه. حنا اليوم الولد غير يزيد، المراه قبضها الوجع ديها للطبيب، اش يدير الطبيب؟ يضرب له بيبره يخرج يبيع عندي طيب من ساعته، لبط له البيبرو، جيب له القوطي، جيب له هذا. الولد يتربى قوطي، يكبر قوطي، يرضى حليب القوطي حتى يموت قوطي، فين يعرف الحنانه نتاع الوالدين؟ واللي يعني راضي حليب البقره، شكون خاله؟ العجل. خصنا نتفاهموا، كنقول للنساء المحترمات اللي كيولدوا ماذا بهم يرضعوا من البزوله، كيديوا واحد الاثم كبير، كيحرموا ولادهم من هذا الشيء. المراه تقول لك لا ايوا انايا الا رضعت غادي البزازي اللي كبروا لي، واش حنا غادي نحاربوا بهم؟ ربي يعطيك باش ترضعي بهم. والسلام، وانتهت المقابله، وكنشكر الجمهور اللي تابعني في هذا الفن ديالي، وكنشكر الناس اللي هما كيحيوا هذه التراث ويتهلاو فيها، والسلام عليكم.